في الخامس من سبتمبر منعت الصين جايمن من فرقة بي تي اس فجأة من النشر على ويبو لمدة 60 يوما وحذف منشوراته. فاجأ هذا الخبر المعجبون كثيرا لأنهم يستعدون للاحتفال بعيد ميلاد جايمن. على وجه التحديد قام معجبون جايمن الصينيون بجمع الأموال للاحتفال بعيد ميلاده في أكتوبر القادم. بدأ المعجبون في جمع التبرعات لمشروع طائرة يحمل اسم جايمن من أجل الترويج لصور عضو فرقة بي تي اس. وخلال ساعة واحدة تم جمع 2.3 مليون يوان صيني، وتمت ملاحظة هذا المبلغ الضخم من المال من قبل الحكومة والتعامل معه بسرعة. إن إجراء التبرع هذا يخالف القاعدة الصارمة وهي عدم المطالبة بالتبرعات من أي نوع. لكن المعجبون قالوا أن المشروع سيقام في كوريا وليس له علاقة بالصين، لذلك جمعوا هذه التبرعات بكل ثقة. القاعدة الجديدة هذه أثرت بشكل كبير على الكثير من أنشطة المعجبون الصينيين. وقبل حادث جايمن هذا كان الكثير من محبي ليسا مساعدون لجمع تبرعات من أجل ظهور ليسا الفردي. وقبل أول إعلان تشويقي جمع المعجبون تبرعات بحوالي 9 ملايين يوان صيني، وهذا يعتبر المصدر الرئيسي لمبيعات ألبوم لليسا القادم. ومع تطبيق هذه القاعدة الجديدة بشكل صارم أعلن موقع المعجبون مع الأسف أنهم مقيدون ولن يتمكنوا من شراء الألبومات إلى أقصى حد ممكن. في إخبار أخرى، على الرغم من امتلاك بلاك بينك حسابات على الإنستغرام تتمتع بعدد متابعين عالي، إلا أن فتيات وجي الأربعة ما زلن قلقات للغاية بشأن قضية التسمية. وباعتبارهن واحدة من أفضل فرق الفتيات في عالم الكيبوب اليوم، تمتلك بلاك بينك قاعدة معجبين قوية على الصعيد المحلي والدولي. لذلك فإن عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مرتفعة للغاية. ربما لهذا السبب يهتمن الأعضاء كثيرا بقضية تسمية حساباتهن. وجد العديد من المعجبون أمورا مثيرة للاهتمام مع رحلة إعادة تسمية حسابات الإنستغرام الخاصة بها، فمنها من كان مضحك جدا مثل ليسا التي كان لديها العديد من الأسامي. فليسا هي العضوة الأكثر متابعة في بلاك بينك على الإنستغرام مع 58.5 مليون متابع، وكانت أكثر من غير اسم حسابها الخاص بها على الإنستغرام. قبل ذلك كان الاسم الأصلي لالا ليسا أي، بعد ذلك أصبح لاليسا لا، وقد أصبح الآن في الوقت الحالي لاليسا أم. وتظهر تواريخ التغيير هذه أنها تبحث عن عبارة خاصة مرتبطة باسمها الحقيقي لليسا مانوبا. وبعتقد العديد من المعجبون أن ليسا ربما لا تزال ترغب في تغيير اسمها مرة أخرى. وروزي تجعل المعجبون يضحكون بشأن حسابها على الإنستغرام الذي يشبه حديقة الزهور. ربما تكون روزي هي العضوة الوحيدة التي تجعل المعجبون يبتسمون كثيرا من خلال اسمها على الإنستغرام، لأنها قبل ذلك استخدمت أسماء طويلة جدا مثل عباد الشمس وأنواع أخرى من الزهور في جملة واحدة فقط، فالاسم الوحيد يحتاج إلى أنواع كثيرة من الزهور. ولكن في النهاية قررت اختيار اسم روزي سأر روزي، هذا الأكثر إنجازا، فروزي شخصية لطيفة وجميلة. وجيني هي الوحيدة التي غيرت اسمها مرة واحدة فقط على عكس ليسا وروزي، قامت فقط بحذف آخر اسم كان من الاسم القديم ليصبح الاسم الجديد أقصر. وعلى صفحة جيني في الإنستغرام هي غالبا ما تشارك اللحظات الممتعة وتلقيها بالأصدقاء. وحاليا وصل حساب جيني إلى 50.5 مليون متابعا على الإنستغرام. أما جيسو العضوة الأكبر في الفرقة، على عكس باقي الأعضاء أظهرت جيسو نضجها عندما لم تغير اسم حسابها على الإنستغرام منذ أن أنشأته في عام 2017. اختارت اسم سويا، وهذا جعل المعجبون إلى حد كبير يفهمون شخصيتها الحازمة للغاية والواثقة من اختياراتها. وحاليا يتابع جيسو على الإنستغرام 45.5 مليون متابع، وغالبا ما تنشر العديد من لحظات حياتها اليومية. وبالنظر إلى رحلة تغيير اسم حسابات بلاك بينك، يمكن ملاحظة أن جميع الفتيات الأربع نشطات للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهن. ربما يؤمن الأعضاء أن هذه الوسيلة الأفضل للتواصل مع المعجبون. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.